شوفي افتح الكاميرا. ايش قاعد تسوي؟ ها؟ ذاتية شكرا يا دوج أبار نمتاني يا توت توج أبار إيشو نمانا يا بدوخة شوفني أبار أبو زي شنو؟ إيو شين لما يصير يعني أنا بالمحاضرة قاعد أسوي أكتب يعني نشاط اثنين بشغل واحد أسمع ما أسمع لهم هم قاعد يتحدثوا أوكي؟ بس شو تريدين؟ شو تريدين؟ شو تخوتش؟ تبي نورمال لا هذا طبيعي لا هذا جدا طبيعي اني اكتب انه نشيط شوفي افتح الكاميرا يلا هيدو مع السلامه اريد اروح اسبح محمد شو تهربت؟ دبي شو؟ انت بالبارة شو بارة يا بارة؟ بخوت بالسيارتنا؟ مش اخي يعني ابو بتلقني في الدوج تريدني يعني ما جنت ثلاث ايام ما اسابك ليش؟ وشنو يعني انا بالمحاضره وقاعد ما في شيء هذا انا نورمال تبنى بشاي ما يبغى ما يبغى وجسمي ما طيب الدوج يلا لا تدوخيني لا تدوخيني روحي تكتب عن نورمالنا؟ كيف можно мы это са и будто на паре. Что? Что ты рабишь? Дождь. Вот здесь закрывай. Свет. Она же тебе светла. Вот да, ты я пара. Ты что, давишься? Да, я слухай. Да. Ты тебе тебе начальник? Что, что мы начинали? Не знаю. Скажи, скажи. Ты красная, что я не сублю? Красная, что я не сублю? Красная, что я не сублю? Я иду в душ. Я не أفضل من ما إنه أفضل من ما إنه راح أنام. هو ما يكتب ما فهم. أنا قاعد أسمعها وقاعد أسبح. أركز هذا التركيز نشاط نشاط. هذا التركيز بالدرس. قد تحكي هذا. كون قاعد أتابع معه هاي محاضرة شوف الطريقة اللي الواحد محاضرة قاعد بالمحاضرة أنا قاعد بالقطار هسه نفس الوقت شنو بشغل لهم شوفوا بشغل لهم الكاميرا طلعوا شو شو بشغل لهم وها كلهم هم موجودين هاي المحاضرة قاعد يقرون هذول كلهم طلاب هم كلهم قاعدين بالدرس ويقرون هاي وانا قاعد بالقطار اقعد فيهم هم ماشيين يا وقتهم انا فضحت الكاميرا من طبينا بالسواد بينت بس لا تشوفوني يلا هاي المدرسه مختلف الدول دول مختلف الدول تريد تسمعون ايش قاعد يحكون؟ تعال اسمع Har vi några mer som vill läsa? Vi har Shubarna. Varsågod. Vad ska du kolla? Jag ska också försöka få. وهو مكنوا قاعدين يقرون وأنا قاعدين أسجل عمدة صعد لكم فيديو عمدة أنتوا شنو تتوانسون شاف التحشيش شاف الضحك يا الله ايوه خلصت المحاضرة انتهت المحاضرة ومثل ما تشوفون لا تقيد نفسك تبقى بالمحاضرة هسه تركت المحاضرة شوف هاي المنظر الخلفي والزرع راح تونس يعني راح اعيش ما ظل مختنق باقي بالمحاضرة شوفوا عيشوا تونسوا طيروا لان انتم حياة عندكم وحدة راح تموتون بخير يلا ماشي حبايبي المهم بس انا ما ادعوكم انه ما تدرسون لا درسوا وازنوا بين الدراسة وبين الوناسة اوكي واستغلوا وقتكم لشيء صحيح مو ماشي حبايبي تابعونا نفسكم لا تنسون اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى يجيكم اول شيء انزله باسرع وقت بنفس الوقت
انه علقوا، انا باي تعليق راح تقولون انه راح اتواصل معكم، احبكم، انتبهوا على نفسكم.